لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا يا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مدارس وآيات خلايات من تلاوة ومنزل وحي مقفر والعرصات منايا أزل كانت للرشاد والتقى وللصوم والتطهير والبركات ولم تعف للأيام والسنوات قبور بكفايان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ ما لها الصلوات وقبريان بلا خمر لدى الغربات وقبريان ببغدا وعاد لنفس زكية تغمدها الرحمن بالغرفات فوق التراب وجه
شبدته يا من العطش نصيب. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم ولذكره. صلوا على محمد وآل محمد. احنا باعتبارنا اتباع مدرسة اهل البيت عليهم السلام ايماننا بان الله سبحانه وتعالى نصب لنا ائمة، وهذا التنصيب مو اختياري مثل ما البعض عندهم ينصبون مثلا سقيفة او يصنعون فد اجتماع او اختبار او انتخاب بالشورى خلافة بالشورى. لا، القضية مو قضية انه انت تختار وانا اختار وهذا يرغب وهذا ما يرغب. هاي القضايا الدنيوية، الادارات السياسية، الشؤون الاخرى، يمكن انه الانسان يختار اللي يريد يمثله، لكن في اختيار الخلافة الالهية في الارض مو اختيار انسان. وهذا ما نص عليه القرآن الكريم ونص عليه النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت وأهل العقد اللي عندهم إنصاف، بأن اختيار الإمام شيكون اختيار إلهي. طبعا إذا أريد ندخل بعمق شوي بهذا الموضوع، اختيار إلهي، أنا خففه منه. إذا أريد نقول إن الله سبحانه وتعالى لماذا اختار آل البيت ولماذا اختار الأنبياء، مرة يكون باعتبار رسالة الله يريد يوصلها للمستمع، ولابد أن يكون حملة الرسالة يتمتعون بصفات إيمانية وعلمية وأخلاقية وصفات إنسانية كمالية، ومرة يكون هذا اللي الله اختاره كإمام لهذه الأمة. كيف؟ ما هي المؤهلات اللي جعلته؟ احنا عندنا اهل البيت عليهم السلام، يعني يكون المعصوم منذ ولادته، من يجي للدنيا هو اصلا معصوم. زين هذا شلون صار معصوم واحنا بعدنا مثلا هذا الامر ما نعرفه نجهله؟ يقول لا، مو قضيه انه المفهوم على مستطاع عقول لاحد، وانما اكو عالم قبل هذا اسمه عالم الذر، وهذا العالم لما مررنا بعوالم اخرى، عالم الارواح، عالم أرحام، عالم الدنيا، نسينا ذلك العالم الذي قال الله عز وجل فيه لكل تلك المخلوقات ألست بربكم، أول من نطق وقال بلى محمد وآل محمد. وهنا يجي عندنا خلاف في كثير من الأمور، هل إن علي بن أبي طالب عليه السلام أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين؟ لولا هذا الأمر الأول. بعضهم قال علي بن أبي طالب بعد رسول الله أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين. بعض من العلماء قال لا، باستثناء منهم اللي هم يسمونه أنبياء أو الرسل أو العزم. هذا كلام موجود للفائدة ذكره فقط. زين، إحنا لما نجي إلى ذكر معصوم وصاحب المناسب الإمام موسى بن جعفر سلام الله تعالى عليه، إحنا تكليفنا شنو؟ وتكليف أو الرسالة اللي إجتنا شنو؟ إن أهل بيتي، إن أهل بيتي أمان لأهل الأرض. شنو هذا الأمان؟ حتى نعرف القضية مو قضية أنه نعيش ذكرى استشهاد ونتفاعل مع المصيبة فقط، والإمام مظلوم وولد كذا ومات كذا. لا، لابد أن نعرف العلاقة العقائدية اللي تربطني بالإمام المعصوم شنو هي.
خلي أتحدث شوي عن إمام زماني. أنا كمكلف كشيعي أؤمن بالمعصومين عليهم السلام من النبي وعلي والزهراء والحسن والحسين والتسعة المعصومين ولذكرهم جميعا الشرف والصلوات. الأمر الأول اللي أحتاج أن أتعرف عليه بأن آل البيت هم اختيار الإلهي، ما يتدخل بأي إنسان، اصطفاء إلهي. ولذلك إذا تتذكرون في بيعة الغدير إجا واحد للنبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله أن اختيار علي من الله أم منك؟ فإن كان منك فلا، أنا ما أقبل منك، أنت تختار. زين احنا هسه بغض النظر عن الاختيار الالهي، اذا النبي صلى الله عليه واله اختار شيء هو اعلم لولا، هو اوفر لولا، الست اولى بكم من انفسكم؟ قالوا لا، قال من كنتم اولى. اذا كان عندنا ايمان حقيقي بالنبي اذا ما يختاره النبي هو الصح، هاي القضيه الاولى، اذا ما توفر عند الامر الاول. الثاني قال له وان كان من الله، بس الامر الاول منك فلا، انا ما اقبل ولايه علي بن ابي طالب عن طريقك انت يا رسول الله نصبه، وان كان من الله فلينزل علي حجرا من السماء. شنو معناه؟ لا اقبل من الله ولا من رسول الله، معناه انا عندي مشكله ويا علي بن ابي طالب، وهي مو مشكله الله ولا مشكله رسول الله، المشكله هاي مشكله الانسان نفسه عنده مرض في قلوبهم أن يسوي الله عز وجل. زين نرجع إذن الأمر الأول أن اختيار المعصومين هو اختيار إلهي، لأن الله أعلم بخلقه ويعرف حيث يجعل رسالته. هذا الأمر الأول اللي نحتاج إحنا ومؤمنين عليه ومنهجنا هذا الناشين عليه. الأمر الثاني أن هذا الإمام تكليفة من الله له تكليفة اجتهادي. إذا قلنا اجتهادي راح ندخل بكثير من شؤون أهله، حتى نقول له هذا كله، يقول له تكليفة من الله، صاحب رسالة يمشي على القرآن والسنة، كتاب الله وعترة النبي. إذا هذا المعصوم محاط بمن؟ بتكاليف شرعية لا يخرج منها، ولذلك أنت بينك ما بين الله. أكو يوم من الأيام لقيت رواية معصوم يتناقض مع معصوم، اقرأ في التاريخ، إيش قد روايات أهل البيت عليهم السلام عن النبي؟ أكثر من 3000 أو 35000 رواية عن أمير المؤمنين، ملأت الدنيا عن الإمام الحسن، عن الحسين، عن السجاد، عن الباقر، اجمع كل الروايات. أكو يوم من الأيام سمعت واحد يقول هذا المعصوم اختلف مع هذا المعصوم. ليش؟ لأنهم كلهم ذو منبع واحد. والنبي من قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ألا وأنهما لن يفترقا، لا القرآن ولا العطر يفترق واحد عن الثاني، ألا وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحق. زين إذا تكليف المعصوم شنو؟ وعلم المعصوم وحركة المعصوم هي كلها حركة إلهية، هم تبع للنبي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الأمر الثاني نحتاج أن نسلم له. زين إحنا ثقتنا بالمعصوم شنو؟ وإيماننا وتسليمنا، تسليمنا للمعصوم شيكون؟ تكليفنا وتسليمنا للمعصوم تكليف وتسليم مطلق لغير مطلق. شنو مطلق لغير مطلق؟ يعني مثلا أنا اليوم عندي ثقة بزيد من الناس، وهذا زيد من الناس إجا مهما كانت ثقتي بي قلت أطلق زوجتك، أطلقها؟ هسه يجي أم وأبوي قال يا أبا إحنا مثلا زوجتك ما أريدها، طلقها على حسب الفرق. لا تقولهم زوجتي ومرأة مطيعة لا. لكن من يجي المعصوم شنو؟ إلى ولاية تكوينية وتشريعية لنا، من كنت مولا فهذا علي مولا، وهي تنطبق على كل المعصومين سلام الله عليهم. إذن إلى الولاية علينا يصنع ما يشاء بأمر الله وبإذن الله عز وجل. طبعا قلنا بالبداية لا يخرج عن سياق الدين. إذن أنا من يكلفني المعصوم يقول له هذا الأمر سوي أسوي له لا، وإذا قل له هذا انتهي منه يجب أن أنتهي. وتعرفون قصة هذا الرجل اللي جاء لأحد الأئمة يقول له أنا أحبك وأنا مطيع لك وأنا موالك، إلا زين أضرم النار في التنور،
لما أضربه النار قال لي أدخل في النار. استغرب قال له مولاي هاي نار. قال لي أنت مطيعني خلينا نفسك في النار. شو تبين؟ شو راد يوصل الإنسان الإمام؟ راد يوصل للمجتمع هناك من هو مسلم تسليم مطلق للمعصوم، حتى لو يقول لك اقتل نفسك تقتلها. ليش؟ لأن هو بعد ولي الله ويعرف تكليفك. ومرة شو يقول لك؟ يقول لك لا تفعل هذا الأمر ما تفعله. هل أنا اليوم مسلم تسليم مطلق من خلال إيماني بأن الأربعة عشر المعصومين بعد النبي والزهراء نضيفهم؟ يقول الأربعة عشر المعصوم بعد النبي اللي هم اللي عندهم ولاية على المجتمع اللي 12 المعصوم. أي معصوم من الأئمة؟ خلنا نقول صاحب المناسبة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، إذا قال لي هذا الأمر سويه أو هذا الأمر لا تفعله، أنا مطيع مسلم تسليم مطلق لغير مسلم، حتى أعرف إيش قد عندي من إيمان وعقيدة حقيقية مطابقة مطابقة لمراد المعصوم. إحنا اليوم في زمن الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه ولذكره الشرف والصلوات. اليوم إمام زماننا الإمام المهدي سلام الله عليه، وإن شاء الله يعجل الله في فرجه الشريف. البعض لما تقرأ الروايات يقول يرفع سيفه فيقتل أناس ذو مقامات، أنت تعتبر قدوة لك، ناس احنا متأثرين بالظاهر مالهم. لكن يجي الإمام يخرج الحقيقة، يقول لك هذا لا مو إنسان صالح. يجوا الناس بسطاء لا قيمة لهم في المجتمع، لكن شو يطلعون؟ يطلعون هم القادة. ربما يجي باسر واحد يصير من القادة اللي الخواص 313، إنسان ما له تقدير في المجتمع حتى ما سلم عليه. إن الله أخفى أولياءه بين عباده، ما هي الرواية؟ لا تحقرن عبدا من عبيد الله لئلا يكون ولي من أولياء الله فتكون قد حقرت وليا من أولياء الله. لابد أن يكون شنو؟ معرفة المجتمع أيضا من خلال معرفة المعصوم. من أسلم تسليم مطلق إلى إمام زماني وأعرف إمامي يأمرني بهذا الأمر وينهاني عن هذا النهي، فأنا رح يكون عندي ولاء حقيقي. حتى من أقول أني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدون، يقول هذا أبسط الأمور الظاهرية العملية التطبيقية، كون أنا سلم مع بين ما بين الله. أسأل نفسي من أقول أني سلم لمن سالمكم، هل فعلا أنا اليوم مسالم لكل أعداء البيت؟ هل أنا اليوم حرب مع أعداء أهل البيت وسلم مع أصحاب أهل البيت؟ يعني أنا اليوم مع الشيطان، مع النفس الأمارة بالسوء، مع مغريات الدنيا وزينتي، هذا الانحراف وهذا الانسلاخ الأخلاقي والعقائدي والفكري الموجود بالساحة اليوم، هذا مطابق للمعصوم؟ خلي أجي لوري أنا، مو بس أنه أريد المعصوم يجي. مرات أكو قياسات عندنا خاطئة، يجي واحد من قال يا أبا شنو دورش قدمه الإمام موسى بن جعفر، نسمع عنه الكثير، قضى عمره بالسجن، يتصور أن المعصوم لابد أنه شنو؟ شلون السياسي هذا انتخبوا أربع سنوات عين لهم وجاب لهم نشاطات وجاب شغل وجاب مشاريع. لا لا، هو مو مشروع سياسي. إن أهل بيتي فيكم شنو؟ كمثل سفينة نوح، وجود أهل البيت وجوده إحنا ما نعرف تكليفه، هو الله يعرف تكليفه والله يعرف تكليفه. وجود المعصوم من حيث إحنا ما ندري هو أمان، إن أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماوات. هسه شلون إحنا أمان لأهل السماوات؟ السماوات مستقرة بوجود شنو؟ بوجود هذه الكواكب، وإلا لولا هذه الكواكب شنو؟ أضمحل الكون. إذن وجود أهل البيت في ظهر الغيب ما نعرف إحنا. أنت عايش اليوم بفضل من؟ بفضل دعاء الإمام. الإمام الحجة سلام الله عليه شو يقول؟ يقول أما وجه الانتفاع بي في زمن الغيبة كالانتفاع من الشمس إذا غيبها السحاب. اليوم هاي الشمس إذا انطفت يصير انجماد والموت كلنا الولاء. هاي الشمس إذا غابت لها كم ليلة ما طلعت شي يصير؟ يصير عندنا خوف ورعب لولا هاي الشمس إذا غيبها شيء. هي موجودة لكن احنا ما نشعر بوجودها، ما نشعر فوائدها، ما نشعر نعرف قيمتها بالحياة كلها وقائم عليها على وجود الشمس. القرآن من يريد يتحدث عن الشمس، وش إذا الشمس كورت
أن تحت الشمس تحت الحياة. إذن وجودنا كوجود الشمس إلى الأرض بالنسبة للمعصوم. بعد يقول أما وجه الانتفاع بي في زمن الغيب كالانتفاع من الشمس إذا غيبها السحاب. هي موجودة لكن بينه وبينها شنو؟ سحاب. كذلك المعصوم موجود مو غائب خفي. لا موجود. لكن أنا بعيني بها ضبابية بسبب تقصيري بسبب جهلي بسبب ذنوبي أفعالي غير المرضية. شنو الإمام؟ الإمام ما أقدر أشوفه ما أقدر أتشرف بلقائه. اليوم ما نقدر نقيس المعصوم بقياس علما إلى بعض الإنجازات. مثلا يجي واحد يقول يا بمثلا مؤسسة العين تكفل كذا عدد أيتام في العالم أو في العراق أو غيره أفضل من نشاطات الإمام الفلاني. نقدر نقول كارثة هاي. أو نقول مؤلفات المحقق الفلاني والعالم الفلاني وصلت أكثر من مؤلفات. هي مو قضية كثرة مؤلفات. الثقافة مو حفلة مصطلحات ولا كثرة مؤلفات. لكن وجود المعصوم هو منبع العلم منبع المعرفة منبع الحكم هو التكليف الإلهي. إذا نحتاج الأمر الأول حتى نعرف المعصوم أن نتمسك به ونسلم تسليم مطلق إليه. لأن غير المعصوم ما نقدر نسلم تسليم مطلق. فلا بد أن يكون تسليمنا شنو؟ لكل الأئمة سلام الله عليه. ولا تنظر نظرة ثانية. مثلا أقول والله الإمام موسى بن جعفر مو بزمني بزمن إلى جيله وانتهى دوره وجيله. هذا أمر خاطئ خاطئ جدا. ليش؟ الإمام أدى دوره لمجتمع لكن رسالته لمن؟ رسالته إلى يوم القيامة. أحاديثه رواياته منهجه سيرته. وإحنا عندنا شنو؟ السنة ثلاث: قول المعصوم وفعله وتقريره. هذني ثلاث من السنة يمتد. أبناء العامة أخوان أبناء العامة شنو عندهم؟ عندهم السنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ولذلك بعد غياب النبي بدأ عندهم الاجتهاد وبدأ عندهم مشاكل. ليش؟ لأنه ما عندهم من يوصل لهم منبع المعرفة. إحنا شنو عندنا؟ لا، المعرفة والعلم وكل شيء قائم بوجود المعصومين سلام الله عليه. إذن أنا لما أنظر إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه وأخذ من مصادر العلم مادة والروايات مثل ما أنظر إلى أمير المؤمنين مثل ما أنظر إلى رسول الله مثل ما أنظر إلى من؟ إلى الإمام الحجة سلام الله. إذن كلهم أئمة. ما يقدر واحد يتنازل يقول لا أنا الإمام الحسن العسكري ما يربطنا بشيء. لكن إحنا عرفيا واجتماعيا مرات أنا أتمسك إذا عندي حاجة لمن؟ أروح لعلي بن أبي طالب أو أروح لأبي الفضل. لا، بإمكانك أنت اليوم تتوسل إلى الله بالإمام الهادي بالإمام الحسن العسكري بأي معصوم من الأئمة. لكن الله سبحانه وتعالى جعل المجتمع كما يريد. شنو كما يريد؟ مثلا أنا عندي موسى بن جعفر باب الحوائج معروف عند العراقيين هذا يضربون المثل باب الحوائج لأنه ما قصده ذو حاجة إلا واستجاب له. طبعا هذا باب الحوائج. لما تروح للإمام الحسين باب الحوائج ذو نفس الشيء. لما تجي للإمام الحسن الإمام الحسن الزكي كاظم الغيظ المكاظم. لما تجي للإمام الكاظم هو الصادق لم صادق ما نتأثر بذني. كلهم عندنا صادق وكلهم عندنا كاظم الغيظ وكلهم عندنا الرضا وكلهم عندنا الجواد وكلهم الهادي وكلهم المهدي وكلهم محمد وآل محمد. إذن الأمر اللي نريد نوصل له أن يكون إيماننا وتصديقنا واعتقادنا بأن أولياء الله كلهم واحد من محمد النبي إلى محمد المهدي ولذكره والصلوات. بقي الأمر الأخير تكليف النبي أو تكليف الإمام يختلف حسب الظروف. هنا راح يكون حسب المجتمع. النبي صلى الله عليه وآله أوضح هذا الأمر واختصر أن الحسن والحسين إمامان قام أم قعد. هو إمام. هنا فد مسألة قبل لا أخرج من العدها وذكر أحد العلماء أيضا قال هل إن بيعة الغدير هي تنصيب إن علي إمام الأمة وإن السقيفة اغتصبت منه الإمامة لو غير هذا الأمر؟ هذا كلام جدا لطيف.
أن علي بن أبي طالب في معتقدنا إحنا أتباع أهل البيت ما كان إمام في زمن البيعة الغدير. أصلاً منذ أن خلق الله الكون شنو؟ علي إمام. إيماننا بأن المعصوم هو إمام، لكن تكليف على هذه الأمة بدأ أنه يكون ولي أمر المسلمين بعد بيعة الغدير. ليش؟ لأن النبي سيغيب ويحل محله علي بن أبي طالب. يقول لهم مرجعي من بعدي شنو؟ مرجعكم علي بن أبي طالب. الحسن والحسين موجودين وأئمة، لكن التكليف الأمة لمن تلتجئ؟ تلتجئ إلى الإمام أمير المؤمنين الحسن وهكذا. زين، السقيفة ماذا أخذت؟ السقيفة أخذت الحكم الدنيوي، الحكم السياسي، لكن هل اغتصبت الإمامة؟ لا، يقول اغتصبت الخلافة الظاهرية الدنيوية اللي بيها بعض التكاليف، وإن كانت قد كسرت كسرة كبيرة في الإسلام، لأن عمر بن الخطاب أخذ يعبث في المجتمع، أخذ يعبث في السنة النبوية الشريفة، ولذلك كل تخلف المجتمع، كل هذا الانحراف والانحطاط في الأمة هو برغبة عمر بن الخطاب، لأن دمر كيان كامل. على كل حال، الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه هو واحد من الأئمة اللي اختارهم الله واصطفاهم أن يكون إمام لهذه الأمة. والإمام سلام الله عليه يختلف تكليف عن الأئمة الذين هم من قبله والذين من بعده. الظاهر لما تنظر أنت مثلا يا أبي علي بن موسى الرضا كان إلى ولاية العهد، ولاية العهد لا تختلف عن سجن الإمام الكاظم بشيء إلا من خلال الظاهر. شنو الظاهر؟ الإمام الرضا سجن في قصر ويستفيدون منه في معرفة، في علم، في أحكام، ينطون بعض الصلاحيات، لكن صلاحيات لا يصدر قانون ولا شنو ينفع بكثير من الأمور، إنما ولاية العهد فالتغطية هو سجن على هيئة قصر، عليه يتقصر. يتصور المجتمع بأن الإمام أعطي ولاية العهد وراح يكون هم مخططين لقتله، لكن يردون يبينون للمجتمع ترى إحنا مع أهل البيت لا خلاف، أصلا أعطينا ولاية العهد بس هم مخططين لمؤامرة كبرى. إجوا بعض الخواص وقيل من أقارب الإمام الرضا عليه السلام أراد أن يطعنه بخنجر، يعني يتهم الإمام، قال له أنت شن حلت لك الدنيا؟ قال له لا أنا مقيد، لكن العنوان اللي أنتم أمامكم. بل طلب الإمام الرضا عليه السلام أن يزور أهله فمنع، لكن قال له نحن نأذن لأهلك أن يأتوا إليك. لما إجوا، والقصة طويلة، قصة السادة الفاطميين لما ذهبوا لزيارة الإمام الرضا عليه السلام واتباعهم الكثير من الناس، أكثر من 100 سيد، واتباعهم وصل 10,000 الموكب. لما سمع وصل الخبر إلى المأمون بأن الإمام الرضا عليه السلام سيقيم ثورة، فحصلت معركة وأبيدت، يعني طشروا أهل البيت كلهم في إيران. الإمام الكاظم سلام الله عليه لما كان يستقطب الناس ويستقطب قلوب الناس ويبين الأحكام وصلابة الأحكام وبيان الأحكام، بيان الآيات، بيان الروايات، بيان المعاني، يفصل التشريع، يجيب على كل المناظرات الدينية والكلامية والفقهية والأخلاقية، ويجيب على كل المسائل الشرعية ويحل معاضل الناس، فالتجأت إليه الناس. هذا الأمر أثار هارون لعنة الله عليه، فما وجد إلى أن يغيب الإمام سلام الله عليه، أن يغيبه في السجن، وبدأ من سجن يسمونه أبو جعفر وعيسى في البصرة على هيئة موكبين، الموكب الأول خفي والموكب الآخر ظاهري، الظاهري إلى بغداد والخفي إلى البصرة حتى ما يتبعونه أتباع الإمام سلام الله. وهارون كان يحكم الحكم كبير لعنة الله عليه، ما عرفوا يسمون الرشيد، وهذا يسمي مدينة بغداد مدينة الرشيد، وكذا إلى باع في التبع، لأنه وصل بأنه يملك حتى ينظر إلى السحابة يقولها شرقي غربي يأتي لك خراجك، يأتي خراجك وين ما تمطرين تجين الحصيلة ما تجين. فغيب الإمام سلام الله تعالى عليه في سجن البصرة، ثم لما تأثر هذا السجان بعبادة الإمام وأخلاق الإمام وأدب الإمام ونورانية الإمام، يقول كان لا يخرج الإمام إلا لأمرين، يطلعون من السجن لأمرين فقط. الأمر الأول تجديد الوضوء
والأمر الثاني الإطعام بس من الأردن يوكلونه ويرجعونه. يقول هذا رسل رسالة إنه إذا ما تفضل من عندي أنا أطلق صراحة للرجل أشوفه يعني ولي من أولياء الله أرى فيه سماء الصالحين وقيل كان لا يعلم بأنه الإمام الكاظم وثم بعد ذلك علم. نقل الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه إلى سجن الفضل بن الربيع وقيل هناك سجون أخرى نقل أخذ يتنقل بها الإمام وأطلق صراحة لكن شنو بإقامة جبرية يعني يطلق صراحة الإمام داخل بغداد يتجول بشرط إنه أي واحد يوصل للإمام يحتقن حتى وصل الخبر إنه أوصى أصحابه لا تسلموا عليه حتى ما تشوفون لا تسلمون عليه. ليش هم أطلقوا صراحة يردون يعرفون من أصحاب الإمام. قيل عدد السجون وصل إلى 14 عام وقيل 20 عاما مع الإقامات الجبرية عمر طويل من حياة الإمام الكاظم سلام الله عليه خليفة الله في أرضه إمام الأمة ميزان عدالة الله وجه الله في الأرض أن يصنع به هذا من قبل طواغيت الأمة وانتكاسة الأمة. طبعا أكو انتكاسة أكو ضعف المجتمع ولذلك المجتمع اللي ما يتوفق أن يرى إمامه مجتمع عليه أن يبكي ليل بنهار ويجزع إلى الله سبحانه وتعالى كما نحن علينا أن نجزع ونبكي ونصرخ حتى يعجل الله في فرج وليه. وإلا هذه الأيام اللي احنا نعيشها من هذه الكوارث ومن هذه الأمور البشعة من هذا الانحراف الذي وصل إلى أقرب البيوت وأطهر البيوت نحتاج إلى نظر إلى السماء نظر إلى الله سبحانه وتعالى الراجع أنفسنا أن نفزع إلى الله سبحانه وتعالى نشوف شنو العمل اللي ما جاءنا نوفق حتى ما يقربنا الإمام. فعلا كل مجتمع له أفعاله. إلى أن استقر الإمام سلام الله تعالى عليه من سجن إلى سجن إلى سجن السندي بن شائك هذا اللعين اليهودي هذا المبغض للإمام سلام الله تعالى عليه وضع الإمام في طامورة تحت الأرض يصعب عليه شم الهواء وتألم كثيرا من هذا السجن. الإنسان ترى مهما كان يمتلك إيمان مهما كان إماما مهما كان لكن هو جسد وروح يحتاج إلى الهواء يتنفس يحتاج إلى الماء يحتاج إلى الراحة. فكان سلام الله عليه على الرغم من تلك الأمور كان مقيد بالسلاسل والحديد وكان ينال منه بالسب والشتم لذلك اللعين كان ينال. ينقل الشيخ المفيد في رواية كان يشتم الإمام سلام الله عليه وقيل حتى هارون في الأيام الأخيرة لما تمسك أو تمكن من مسك الإمام ووضعه في السجن كان ينال منه في الكلام بل يعطي الأموال للسجانين بأن يفعلوا ما يفعلوا بالإمام من ضرب أو كلام أو سب أو إهانة. ضرب ما يقدرون يضربون الإمام ما يقدرون يوصلوا له يهابونه لكن شنو صنعوا يقول وصلوا إليه بأفعال لا تليق بالإنسان لكن صنعوا بالإمام سلام الله تعالى ويكفي يكفي ظاهرها أولها أنه سجن وقيود. تقول الرواية وصل به الحال سلام الله تعالى عليه في الأيام الأخيرة أنه إذا أراد أن يشم الهواء يأتي إلى تلك الفتحة من الطامورة فيأتي اللعين فيغلقه إذا يشوفه يصل بهذا الحال. في رواية أخرى إن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان إذا أراد أن يصلي يسأل السجانين عن وقت الصلاة وهي المسألة لا تريد تقول لي أنت هو إمام ما يعرف وقت الصلاة لا يعرف يعرف كل شيء إمام عنده علم الكون لكن هاي رسالة إنه للظلام اللي يمر بيها للظلام اللي بيه الإمام والمظلومية اللي يعيشها يعني ما يعرف الليل من النهار لشدة الظلام ولا هو الإمام يعرف كل شيء لكن حالي لما أنا أدخل إلى سجن أظلم ليل بنهار ما أعرف متى الليل ومتى النهار شنو من مظلومية بينك ما بين الله والله خلي أوضع نفسك شوية في قبر الإمام أو في سجن الإمام وشوف يكون قبر له مقبر إلى أن سأل الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام في دعاء لما ضاقت به
الدنيا لجئ إلى الله سبحانه وتعالى، قال: يا مخلص اللبن من بين فرث ودم، خلصني من سجن هارون. شلون دعاء هذا؟ يا مخلص الجنين من بين مشيمة ورحم، خلصني من سجن هارون. يا مخلص النار، يا من بين حديد وحجار، خلصني من سجن هارون. إلى آخر دعاء قيل: أفرج عنه لأيام ثم أرجع إلى السجن الذي قضى نحبه فيه، عظم الله أجورنا وأجوركم، عظم الله أجرك سيدي صاحب الزمان. قيل إن علي بن سويد من أصحاب الإمام سلام الله تعالى عليه تمكن بعد محاولات طويلة من الوصول إلى الإمام سلام الله عليه، وصل إليه، قبل يديه، قال: سيدي لقد ضاقت صدورنا، متى الفرج؟ قال: يا علي، الفرج ضحى الجمعة على جسر الرصافة ببغداد. أسرع علي بن سويد يبشر الناس، يطرق الأبواب، وأبواب الشيعة بيتا بيتا وبابا باب، بأن الملتقى يوم الجمعة على جسر الرصافة، وإذا بالإمام سلام الله عليه. دخل عليه ذلك اللعين وبيده طبق من الرطب، قال: خذ منها. فأبى الإمام سلام الله عليه، قال: تأكل وإلا قطعت رأسك. وكان هذا بأمر مباشر من هارون لعنة الله عليه. فتناول ثلاثا وقيل خمسا وقيل سايب، ثم قال زد، قال: ويحك، لقد أخذت مرادك. رفع ذلك الطبق وأخفى أثر، وأخذ الإمام سلام الله عليه يتورم جسده ويحمر ويزرق: أيوا إماما وكاظما. ثم بقي قيل ثلاثة أيام داخل السجن، لم يأتي إليه أحد، وإنه في آخر يوم في الخامس والعشرين من شهر رجب في مثل هذه الليلة، الإمام سلام الله تعالى عليه ينظر يمينا شمالا، لا ناصرا ولا معينا، لا من أهل بيته ولا من أحبته من يعينه، من يقدم له الماء، من يقدم له المعونة. لما دنت وفاته استقبل القبلة واحتسب أمره إلى الله، ثم قضى نحبه مظلوما شهيدا مسموما، أيوا إماما وكاظما ومسموما. يا ثم بعد ذلك قام اللعناء بأخذ جنازة الإمام سلام الله عليه ولفوه في عباءته، وجاءوا بزمرة من الجنود يحملونه وهم ينادون عليه بنداء الذل والاستخفاف: هذا إمام الرافضة. علي بن سويد وين؟ يقول: هو والشيعة ينتظرون على خفية من الأمور، كل مجموعة في مكان ينتظرون قدوم
الإمام وإذ ينظرون إلى أربعة حمالين يحملون جنازة الإمام سلام الله عليه، أسرعوا إليه كشفوا العباء، وإذ ينظرون إلى إمامهم على اللاش أخذوا يلطمون يحتون التراب على رؤوسهم أيوا إماما. وبهذا الأثناء وإذا طبيب نصراني قد بر منهم وهم يعرفون، قسموا عليه بعيسى المسيح ومريم أن يكشفوا الحال، يقولون أخذ راحة يده فحصها قلبها هز برأسه قال هل هذا المسجى يا من عشيرة طالب بدم؟ ما الأمر؟ قال إنه مات مسموما يا أويل أويل من البصرة السجن بغداد جاب بحديد وقيد ويدور عذاب، ذب بسجين أظلم غلق باب ونهى السجايا لعل الناس يصلون. أويلي يا عين يا عين هل الدمع من دم من دايا على الخلص حياته بسجن أظلم، يا على الخلص حياته بسجن أظلم. بعد ذلك أخذه شيعته وحضر الإمام الرضا عليه السلام لتغسيله وتكفينه وتشييعه، ودفن في مرقده الذي معروف هو اليوم في بغداد. ثم رجع أهل البيت ورجع معهم من كان من أحبتهم، وكان ذلك اليوم كيوم مات فيه رسول الله. لكن جده الحسين بقي ثلاثا أيضا لكن بلا غسل ولا كفن ولا دفن. تقول الرواية رجع الإمام زين العابدين إلى عمته، نظرت إليه قالت عم علي أراك مشعة مغبرة، أين كنت ولدي علي أراك محمر العينين محدود بالنظر؟ قال عم عظم الله لك الآية أجر، الآن انتهيت من دفن والدي أيوا حسينا. عندك استعداد الليلة جمعة وي زينب؟ ها تقل نجدك ما شربت يا دفا يا يا مشيت قبر لون فايا تحزين مشيت قبر لون فايا تحزين عطشا يا 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 قطرة مية يا 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 أخي هذا بن سيد البرية يا يا حسافة يندفين من غير تجفين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره
والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم احفظ علماء الدين الربانين وارحم الماضين منهم. اللهم ارحم شهداءنا واجعلهم في عليين مع محمد وآله الطاهرين. اللهم شافي جرحانا شافي مرضانا اقضي حوائجنا يسر أمورنا إلى خير إلى وجه الله وشرف النبي وآله الطاهرين وإلى أموات شيعة أمير المؤمنين وأمواتكم جميعا وأموات المؤسسين ومن مات على الإيمان والولاية وإلى روح سيدنا ومولانا الإمام موسى بن جعفر الكاظم وإلى روح المرحوم عبد الخالق أبو هيثم نهدي ثواب الفاتحة. تقدمها الصلاة على محمد وآل محمد.